رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد توضيال برنامج كان بشر كبر أرجعي حلقة دي سدحات وحين كسر قاضن دونا الخطوات الخمسة إلى قلب ابنك تلابوين شنعة ووالدك كجاري كرا المها قلب جيسة وكهان كرا إسلامك علمه سو كجعلان كرا مركز تو والدك قلب جي المها سو هانتو ومركز تو كفر بحسن كرا تربية علمه سا شن تاج تلابو وشن تلابو آدي عادو فدود لكن لقي أبو إن فر بدن عدد كوالدين تي إنا عن دات سنين أما بعاني جراني هيني تلابو ذا كوباد وأتفهم وإن أد إلمها جاءت فهنتو سيدا ودق مايو وحيابها طبيعة دي سو جار كولاي هاي إن والدك يفهم إسلامك والدك دق نظر ولاي منا يين ميسو إنه نقطة خلط كويلميس وقال ايينو حليم ودو القاطو وفر بنصائحك نصائح دي سيه توجيهات كيلمها وصينا ايو ايو وحشيق او المها وشيق ايو انو هاد يتشارو قادو قد دالو اسلامركا انو والدكو قد دالو مشاعر تيادرين كيلميس انو الاليو تاسوا خدوة كوباد اما تلابة كوباد او والدكو كوباد كارو الما قلبك الميس تلابة لبادواء المحبة وتعالك الميسة وتعلان عيو وإن والدك ويسكد يعين وعبره وعذا الله وكعبره تعالك الميس سيدا أنا أحبك وأنك تعالها إيا وحلا متكع وهي إشاعة الحب إلا فافيو قريغا يقويس كدحديسة تعالك وارين كقيب قادنا إسا تماسوك يسكو حدناشاها قويسكو إنو آدي آدو وكرنا سيدا سوقت بوالدك اللوغبة هي إنه كلمة تعيلك أيوبت كودا يتعليين شيغيستي وشيغيان إريا يكموتيان فعلا يكموتيان سيدا إلمها إنو دونكضو مدحاو صلاحو نبتيسا وكفريسيو قربكا وقبصدو إيو حيابها اللامتكا طلابة صدحات كميدا طلابوين كاتكو قاري كرتو قلبيغا إلمها وحويان الاستماع إنا دقيسة تا إلمها وحاو كويدين أيو waxa uu ku sheegayo si deganaansho ay ku jirto isla markaana ixtiraam aad siinaysaa raayigiisa aad ixtiraamayso inaad u dhageysato inaad ka dhageysato jawaarixdaada iyo xubnahaaga oo ilmaagu isagoo ku sheekeynaya ama wax ku sheegaya inaanay xubnahaagu wax kale aanay ku mashquulsanayn waxa laga yaabaa aabuhu inuu TV-ga iska daawanayo ilmihiisa u sheekeynaya waxa laga yaabaa hooyadu inay wax iska wadato shaqo kale ilmiheeda wax u sheegaya أرين تنوع عصي وحكينا إسا المهوين ويسترنسيو إن أنا اهتمام لسينا هينين دقيسنا عن وحول لوجو تلاجلي كدي بوحه وبرابا يا إنه عيد كلو دقيس تاو ضانتو أراد إسا مشاعر تيس يدري ما ديسا عيد كلو وش يكتاينو بعدي دانو أرين تأفراد يا كمدا أريمها
ilmaha qalbigaaga qalbigiisa aad ku hanan karto ama talaabada afraad ee kamida talaabooyinka aad ku hanan karto ilmahaaga qalbigiisa waa thiqa kalsoonina aad ilmahaaga siiso mas-uuliyadka qaarkood inaad u dirto oo aad tidaahdo waxa iyo waxa adiga ayaa qabanaya oo aanad ka dhigin qof aan la aaminahaynin waxaa sidaasoo kale kamid a inaad ilmahaaga aada asraar u dhiibato waayo thiqada iyo kalsoonida aad ku kalsoon tahay ayay ku tusinaysaa walidaalik baa ficil nebi u ahaa calayhi salaatu wasalaam nebigu inuu siraha u dhiibto caruurta yaryar waa shay tarbiyadaynaya ilmahana ku tarbiyadaynaya inuu mas-uuliyad dareemo in ixtiraam iyo taqdiir la siinayo inuu dareemo waa athiqa kalsooni ilmaha inaad siiso weeye mararka qaarkood inaad la tashataba oo arrimaha qoyska arrimahaaga mustaqbalka inaad ilmaha kala tashato inta aad awoodda u leedahay arrinta shanaad tallaabada shanaad ee aad ku gaari karto qalbiga inankaagu waa aliftikhaar inaad ku faanto inankaaga oo tidhaahdo ana muftakhirun bika yabni aad baan waan kugu faanayaa waan kugu faraxsanahay aad iyo aad baan kugu faanayaa dadka qiimo weyn baad agtayda ka leedahay isla markaa waxa weeyaan dhaqankiisa wanaagsan inaad ilmahaaga wax weyn u tilmaamto hadduu xifdiga ku wanaagsan yahay aad tidhaahdo aabo ama hooyo ficilkaas waad ku wanaagsan tahay hadduu akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan uu leeyahay aada u tilmaamto dhaqanka wanaagsan ee uu leeyahay wakadaalik rakkis calal iijaabiyaad ilmahaaga xaggii salbiyaadkiisa aad ka sheegi lahayd iyo nuqsaanta uu leeyahay isku day had iyo jeer inaad sheegto iijaabiyaadkiisa waxyaabaha wanaagsan dhaqanada wanaagsan ficiladan wanaagsana uu sameeyo waxyaabaha ibdaacaadka ee hal abuurnimada uu la yimaadee wanaagsan walaa tufsid sanaa'ak laakiin isku day aada uga digtoonow ammaanta inankaagaad ammaanayso ama inantaada inaad aada iyo aada ugu waxa weeye talax tagto waayo arrinta si waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay ilmaha ay dib u rido isla markaana ay baabi'iso oo uu iska dareemo inuu yahay qof aada iyo aada u sarreeya oo xadkii iyo halkii uu maraayo aada uga sarreeya arrintaasina ubadka way baabi'inaysaa hadda waxaynu ku soo dhoweynaynaa barnaamijkeenna basharkii baraarugay sakariye cabdiraxmaan cali falyatafadal mashkuura sakariye barnaamijkeennan basharkii baraarugay maanta adigaa noogu marti ah waxaan ku leeyahay ku soo dhowo barnaamijka bismillaah marka koowaad magacaygu waa sakariye cabdiraxmaan cali waxaan salaamayaa waalidiinteyda macalimiinteyda iyo dadkii daawan oo dhan aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkan sakariye su-aasha aan doonayo inaan marka koobaad ku weydiiyo waxaad dhigatay madaariskii qur-aanka qur-aanka ayaad xifdiday bal waxaad nooga warantaa qur-aanka waqtigii aad bilowday iyo waqtigii qur-aanka uu kaa dhammaaday waxaan qur-aanka bilaabay 2010-kii waxaana dhameeyey bishii 8-10-2015-kii zakariye waxaad tilmaamtay qur-aanka inaad muddada intaa lee ku dhammaysay 2010-kii ilaa 2015-kii macalinkii qur-aanka kuu dhigay ee qur-aanka aad ka dhammaysay iyo madrasadii aad qur-aanka ka dhigaysay ee ka dhigatay magaceeda ayaan ku weydiinaynaa mar saddexaad macalinkii qur-aanka ii dhigay waxa waa macalin khaalid khadar maxamed madrasadii aan ka dhameeyeyna waxay daar raxmo sakariye waxaan kaloo ku weydiinayaa innagoo barnaamijkeenan weli ku guda jirnaa madrasadii aad qur-aanka ka dhigatay iyo macalinkiiba aad noo sheegtay waxa aan ku weydiinayaa maadaama oo nin qur-aanka bilaabay aad ahayd haddana dhammaad waxa weeyaan gaadhay qur-aanku maraaxil kala duduwan buu kale kugu soo maray waxaa laga yaabaa mar inuu kuu jilicsanaa mar uu kugu adkaa meelaha qaar inay kugu adkaayeen qur-aanka meelihii kugu adkaaya ku soo maray ama suuradihii aad dareemaysay in xoogaa diyaarintoodu ay kugu soo noqnoqotay bal inaad noo sheegtay iyagana suuradihii qur-aanka markaan dhiganayay igu adkaa waxay ahaayeen nisaa acraaf tawba iyo yuunus zakariye waxaan insha allahu tacaala kaa codsanaynaa hadda bal in aad dhammaan annaga iyo daawadayaasha barnaamijkan daawanaya ee ku xidhan inaadna maqashiiso codkaaga quruxda badan ilaahay subxaanahu watacaala ha kuu ziyaadiyo hana ku ilaaliyo inaad aayado qur-aanka ka mid ah qur-aanka aad xifdiday bal aadna maqashiiso acuud
بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ما شاء الله تبارك الله آدي أدباء ونكسن يا عدك يا قراءة أدباء إلهي سبحانه وتعالى كابل مري زكريا وحا أن سؤال شيء انت أكو حكتايا أنكو يدينا يا إتهي زكريا هادي يتشار وحا لغي أبا قفكو انت ووحد لغانا أي ومدرسة القرآن وكتر وحا ترى أرضي ولبرتم إسلامركا قرآن كاي وضا لكتان أرضي دي قرآن كاي وضا لغي ترتين وضا برتبي ترتين بل عد كم بذين أدنوغا شاكتو أيان إن شاء الله تعالى رتيني. والله يرون هانتي نحن برتميني أو تيم علي صفوان عبد الرحمن موسى صدح لي نواب من برتميني وين تيم علي أو ها كي جسري أو أن سو جاد وين لكن لابد كله أذون ضافي سكري واحد كله أنكو يديني سكول كعادة جاتو بل مجلس يو جلاس كعاد كم رايسو يا أنا وحكاويتي أنا أدوش على السجن. وحنك تاسكول كيليس وحنا هاي كلاسيس. زكريا وحنك لوك ويديني ما دامو حافظ قرآن كحفظية هاي بل جبيو يو حيابك لو عاد حفظي سنت هاي ناد يجنا بل نمقشيسه سان وده اللي سنة إن شاء الله. حن حفظي سنة هاي كبي عربية كاسو كارليا ميدا أما أنا أمن نرش إناني نرشين حشود موي يعيش المرء مستحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مضاعا إن دهيت وإن أمرت ويجلو ما بقلبك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت. سكري وحن بل قبدي برنامج كان كويدين لا سؤال قدام بيسا بل إن أدنى شيكتو ما دام وقف سوكب عيات هاي
نين دالن يرا أو وحويان هذا ونلاشوا أي قبل عبان تاعي أتاي بل إن ناتل مامتها كور تاعي عارها ضد كوي عياران أما دالن يرا تاعي عياران كوادو تعشاي يوم مستقبل كاج وحيابات تعشاي ناد نقطة وحن تعالى هاي يعني كبدة عقتها وحن مستقبل كي دونا يعني النقطة معلن كقرآن كديقة حفظ جيسا يعني صلى بضوة إن شاء الله وحن كويدين يا زكريا أو كلا عن دونا هنا كويديو بل قراءة القرآن كآخر ذا أو عشر ذه هو يدوبين هين كعاد وش عشها سلامر كابل ما القرآن ككم ذا أيان دونا هنا كويديو ساد عد كناو آخر ذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه في سورة الكهف والله الكهف دونين أخر ذا إن شاء الله قراءة القرآن كآخر سمح نقول تعالى الشيخ صلاح أبو خادر وإن شاء الله يمكننا وآخر دون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا هذا واحد نكسر دوين الناس زكريا عبد الرحمن علي به أه عبد الرحمن علي برنامج كنا بشر كي برار وجسوا ينوع على قيب قلا إسلام مركانا وينوع جو الرما بال background كا يخلفية دولة يهاي زكريا ينلاشي سي نلاش الله كسب بلاه إلا سكرتان كيسي waayo isaga ayaa u aqoon badan waalidku ilmihiisa iyo xaaladaha uu la soo maray falyo tafadhal mashkuura bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa abdirahmaan cali maxamuud waxaan ahay zakariya abihi aan alxamdulillaah ninka hadda quraanka dhameeyay maanta ma sha Allah hadaan ka warramo xaaladiisa aan soo koobo aan zakariya wuxuu dhashay 2003 bishii 6aad uu dhashay maanta waa 12 jirun alxamdulillaah waxaan maleeynaa quraanka in uu magarnaysa muddo yar oo kooban uu ku dhameeyay marka xaaladiisa kala dan ka waran alxamdulillaah nin dadaal badan weyn aad iyo aad u dadaal badan nin magarnaysa in maxaa ah waqtigiisa inuu iska lumiyo aan jeclayn oo magarnaysa aad iyo aad u dadaala xagga waliba quraanka marka la yiraahdo iskuul isagoo hadana iskuul dhiganaya ayuu hadana maasha Allah quraanka aad iyo aad ugu dadaalaa dabeecadiisa kale alxamdulillaah nin iska habeen marmar uu iska yar xanaaqo waa caruur laakiin sida kale uu iska wanaagsan alxamdulillaah nin habiyo faraxsan weeyaan caruurta de maasha Allah afar baa ka yar isaga in badan way ka weeyeen oo caruurta waa 12 alxamdulillaah marka de qaar ka waaweyn buu ayuu horta quraanka dhameeyay oo maasha Allah ka dadaal badnaa ilaahay u siiyay insha Allah ku kalna saaray shaqo kalna ilaahay ka rajeynaya marka alxamdulillaah zakariya de waa kaan ka xaaladiisa aan ka tahay weyn imkan fasalkii 6aad buu ayuu dhigtay iskuulka insha Allah waxaan rajeynayaa inuu ilaahay tarbiyada islaamka iyo isagii ku kalaba magarnaysa sida aan jecelahay in ilaahay raali ka yahay tarbiyada islaamka in magarnaysa mustaqbalkiisa ku dhameysto daacwada islaamka inuu magarnaysa ay meel wanaagsan ka galo insha Allah saasan rajeynaya hadda waxaanu daawadayaal kulan la sameeyney Zakariya Cabdiraxmaan Cali macallinkiisa Qur'aanka uu soo dhigay oo aad iyo aad ugu soo tabcay ilaa uu heerka soo gaaray Zakariya waa macallin Khalid oo aan wareysi la yeelanay bal Zakariya iyo Qur'aanka maraaxishii uu la soo maray iyo sidii uu u dadaalay
iyo heerkan sida uu u soo gaaray iyo wixii uu macallinku kala kulmay Sakariye tafadhal mashkuuran ardaygan Cabdira Sakariye Cabdiraxmaan warsame horta waa nin aad daadiiso yarta markaan ka waraysanay waalidkiisa muddo waqtiga dhalashadiisa wax noogu sheegay ilaa 2014 inuu dhashay ayuu dhashay waxa weeyaan anu ardaygan markaan u yimid ka macallin ahaan qur-aanka wax maray maalintan u yimid jiska tobnaad buu maray jiska tobnaad laga bilaabay ilaa suuratu Al-Baqarana u dhigay waxa weeyaan ardaygaas waxyaabaha runtii aan ka sheegi kara taariikhdiisa aan ka xusi kara ardaynimo inkastoona soo koobi karin oonan barnaamijkan maanta aanan ku soo koobi karin kolay inta ugu muhiimsan ma ka taataabanaya waxa weeyaan kolay ardaygaas isagoo daadiisu aad u yartahay ayuu xifdigiisu waxa weeyaan dee qofka waxa weynaya waa cilmiga waxa weeyaan galaaskaas ayay waaweyn buu fasalka qaybta ugu waaweyn Daararaxma fasalka ugu waaweyn ee fasalka Xamsa ayaabuu la galay waxa weeyaan isagoo daadiisu aad u yartahay ayuu arday waaweyn la dhigan jiray welibana hala dhigta waxa weeyaan ardayda bala uu ka qur-aan sarreyn jiray qofka lama eega horsocodkiisa laakiin muhiimadiisa waa raasamaalkiisa raasamaalkiisa qur-aan ahaaneed haday noqoto intuu xifdisan yahay waxa weeyaan waxaa ugu jira dhe ardaydii 15 jis rabadaantii 15 jis buu ku tartamay waxa weeyaan magaalada Hargeysa tartankii ballaarnaaya rabadaanta rabadaaniga buu ku tartamay dee run ahaantii ma odhan karno qur-aan muu reebin laakiin nasiib baa reebay waxa weeyaan qur-aanka wuxuu ku dhacay imtixaasiintu ku jiray ardayda 9 ka sareeya tartanka dhan oo wuxuu ku jiray bal 20 ka arday 15 ka arday u sareeya ku jiray 10 ka arday u sareeya muu soo gelin mar labaad waxaan u diyaarinay tartan labaad oo uu galay isaguna tartanka wareegii koowaad uu kusoo baxay wareegii labaad laftarkiisa uu kusoo baxay wareegii saddexaad finalkii ayuu tartankaana final buu ka gaaray runtii taariikhdiisa qur-aan ahaaneed haddaan ka waramo waxa weeyaan qur-aankii horta weli qur-aan ardayga aanu iskugu imano aanu isku qabsanay oon qur-aanka maxaad soo diyaarin weyday iyo maxaad qur-aankaaga uga soo bixi weyday aanu isku qabsanay muu jirin haddaan inaha kusoo kaba taariikhdiisa qur-aankiisa hoose iyo xifdigiisuba maasha allah maanta haddii aynu mudeersinoon ugu dhaado ardaydu waa kala laba arday qur-aanka sare ku fiican dhaqaajintiisa iyo arday isku haya xifdiga subciskii oonoo subcin karay qur-aankii raasamaalkii qur-aankii horena wadan karaya runtii isagoo ardaydaas ku jiray maantada laga bilaabo haddaad muddo yar cayiman aynu siinan idhahno intaa kusoo diyaar qur-aanka uu kusoo diyaarin karayaa uunu tartami karayaa insha allahu tacaala muddadii qur-aanka dhameyna waxaa ahayd bishan 8-aad meelaha dhexdeedii bay ahayd waxaan xusuusnaa in taariikhdu intaa ahayd kolay insha allahu tacaala inaasan taariikhda kusoo koobaya رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان يا بلاي فأتذنى سوق السعي وسلامته نار وسلامته نار وسيم ذنته فلقى رسولك أصف يا خلوك وقرأ قراءات
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. داود يا القنتي يا جبدي برنامج كان بشر كي براروي وحنا دي يا دوسو تشيدنا يا دمان دتك والدين تا هو يوين أبيال iyo dadka ku hawlan tarbiyada ubadka macallimiinta iyo cid kasta oo hawshaas shaqadeeda haysa inay ku dadaalaan ubadka sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen inay ku dadaalaan sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka u dhaxeeya waalidka iyo ubadkooda waayo waxaanu arkaynaa in fara badan maanta waalida fara badan oo ka cabanaya ubadkooda ha uga cawdaan xaqi tacliinta ay ku hooseeyaan ha uga cawdaan dhaqano iyo suluukiyaad iyo akhlaaqo aan wanaagsanayn oo ay ka arkayaan bal laga yaabaaba inuu waalidku uga cabanayaba ilmihiisa inuu isaga tacaddi ku samaynayo oo ula dagaalamayo arrinta waxaa keenaya xidhiidhka labada waalid ay la leeyihiin ubadkooda oo aad iyo aad u liita xoog iyo awood badanina aanay ka muuqanin waalidku inay ku dadaalaan inay xoojiyaan thaqaafadooda iyo aqoontooda حدا كساب سن تربية أولاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتل بصورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين مد من رب السماء فسما إلى العلياء بالإنسان هو للقلوب ربيعها وجلاؤها وملاذها من قسوة الأحزان وهو الغنى والنور والذكر الذي يسقي القلوب حلاوة الإيمان شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن الحافظون الماهرون تعاهدوا آياته متشابها ومثاني قالوا نرتله بسبعة أحرف أكرم بجمع مثقل الميزان هم خير أمتنا وأشراف المنى وهم الحماة وعدة الأوطان رتل بصورة قاف في القرآن وقرأ قراءات من التبيان متين مد من رب السماء